أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة، هل يجوز للرجل أن يدفع المرأة إذا مرت أمامه في الصلاة وهي لا تحل له؟ المصلي يدفع المرء بين يديه، يدفع المرء بين يديه بينه وبين سترته أو قريبا منه، يدفعه رجلا كان أو امرأة، لا يتركه يمر، إلا إذا كان المكان ضرورة وزحمة مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي زحمة شديدة، فهذا يستثنى. أما إذا كان المكان واسعا وهناك ممرات ومخارج فإنه يدفع المار بين يديه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فليقاتله، يعني ليضربه، فإن معه القرين كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.